ما زال تلوث نهر الليطاني عم يستحوذ على اهتمام رسمي وإعلامي، وخصوصا بعد التقارير العديدة يلي تحدثت عن مخاطر هالتلوث على صحة الناس يلي ممكن توصل لحد الإصابة بأمراض سرطانية. بهالإطار أعلن اليوم وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن عن إقفال 79 مصنع غير مرخص عم يساهموا بتلويث الليطاني، وأعطى مهلة ل 72 مصنع مرخص لتسوية أوضاعهم. أصدرت الوزارة يوم أمس قرارات بإقفال 79 مصنعاً غير مرخص، كلها مخالفة للقانون لأنها غير مرخصة وتساهم بتلويث نهر الليطاني وبمخالفة شروط البيئة والصحة العامة. 72 مصنع حالياً يجري تحضير قرار، حتى يكونوا بالصورة، هذا القرار عم نقول يجري تحضيره، لم يوقع. نحن من هلأ لشهر شهر ونص ماكسيموم حنصدر قرار إذا ما سووا وضعهم أو توجهوا لوزارة الصناعة لحتى يقوموا بدورهم، هن مصانع مرخصة، ويسووا وضعهم بموضوع تلوث نهر الليطاني، نحن حنصدر قرار بإقفالهم. مصادر وزارة الصناعة أكدت للنشرة أن الفرق الهندسية والتقنية التابعة للوزارة رح تتابع بشكل جدي وضع المعامل يلي انعطت مهلة لتسوية أوضاعها، وبحال ما التزمت بحدود آخر السنة رح تصدر الوزارة قرار بتسكيرة. بدوره أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي جميل باتصال مع النشرة على التزامهم بالقانون. المصانع غير مرخصة، ومشجع الكل يكون عم بيشتغلوا من ضمن القانون. نحن كصناعيين أخذنا من 4 سنين التزام بيئي، نحن قلنا كصناعيين نلتزم كلنا منفوت بجدول زمني منعالج مواضيع البيئية حسب جداول زمني المعطاة من وزارة البيئة، يلي كمان واكبت الموضوع بتسهيلات وبتحفيزات من مصرف لبنان، ونحن ما بنرضى يكون فيه شيء بشكل أذى مباشر للناس. قرار وزارة الصناعة بتوجيه تنبيه ومهل للمصانع ما لها استحسان المصلحة الوطنية للنهر الليطاني. من 2015 المصانع استغلت المهن الإدارية للمماطلة مش أكثر من هيك. نحن صراحة ضد المهن الإدارية، ومع أنه الإقفال مؤقت لحين تسوية الأوضاع، معنا شيء إذا المصنع اليوم سكر كم يوم حتى يزبط وضعه، حتى يبني جورة صحية، حتى يعالج مشكلة التلوث اللي عنده. الأهم هو المواطن. أضرار المصانع بالمنطقة تبقى خصوصا بالحوض الأعلى النهر الليطاني مميتة، المواطنين عم بيموتوا بالكونسير بالبقاع، وكل يوم في إحصائيات بمنطقة دار الياس بحوش الرافقة شباب عم تموت من وراء تلوث اصطناعي، شو بدنا أكثر من هيك؟ أي أخطر، العدو الإسرائيلي أو التلوث؟ هن زيتهم. صحيح أنه النفايات الصناعية هي الأخطر على صحة المواطن إذا ما تعالجت بالشكل المطلوب، ولكن مش لازم ننسى كمان التلوث اللي عم بتسببه مياه الصرف الصحي والمرامل الموجودة على أطراف النهر. بالمحصلة جريمة تدمير الليطاني صار لازم تتوقف فورا، على أمل تكون خطوة وزارة الصناعة الأولى بحملة مكافحة التلوث وما تكون الأخيرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.